دكتور نبيل، حضرتك منورنا النهارده، وعندنا كده شويه اسئله اكيد كلنا نحب نعرفها، عشان يعني الشخصيات وقصص حضرتك يعني عايشه معانا من ايام ما كنا قد كده. اتفضل. دكتور نبيل، حضرتك فزت باول جايزه سنه 71 وحسيت بالنجاح وذقت طعم النجاح، يا ترى هو نفس الاحساس اللي حسيت بيه مع اول جايزه زي دلوقتي ولا اختلف شويه؟ لا، هو بالتاكيد الاحساس بيفضل هو الاحساس. النجاح ده ما بينتهيش ابدا، يعني انت دايما في كل مرحله من حياتك بترسم حلم جديد، ولما بتوصل له بتحس بالنجاح، وبعد ما بتوصل وتحس بالنجاح بتبتدي ترسم الحلم اللي بعده. يعني انت ما فيش حاجه اسمها النجاح النهائي يعني. فانا كنت خدت اول جايزه، كان عندي كنت في اولى ثانوي، فكان دي بالنسبه لي جايزه كبيره جدا، يعني ناخد جايزه وانا في اولى ثانوي، واخدها على قصه برضه، كانت قصه خيال علمي، وما كنتش متخيل ان الخيال العلمي له ارضيه اساسا، ان ممكن اخد جايزه، يعني متقدم بالقصه وانا مش منتظر منها جايزه. فاخدت الجايزه، طبعا ده كان اول احساس بانك ان انا ممكن ابقى مؤلف. يعني ما كانش، يعني كلنا بنكتب بس ما حدش عنده الاحساس القوي بان هو مؤلف، لغايه ما بتحصل على جايزه فبتحس ان في الاخرين قيموك بانك انت بتعرف تكتب. فبيفضل بقى نوع من الادمان، ادمان النجاح زي ما بيقولوا، انك انت عايز تنجح من مجال لمجال لمجال، بس برضه ما زال فيها جزء بيبقى داخل فيه الحظ. يعني انت، يعني انا ما زلت مصر ان يعني السؤال اللي انت سالته هي نجاح حظ ولا شطاره؟ لا، هي مزيج من الاثنين، لازم يكونوا الاثنين موجودين. يعني انت لازم اساسا تمتلك شيء، لازم يكون عندك شطاره ما في اي مجال، ثم ياتي الحظ اللي يمنحك فرصه. وفي عالم قديم قوي اسمه بوجرت كان قال ان الصدفه لا تاتي الا لمن يستحقها. يعني كان حتى ضرب مثل بنيوتن انه كان قاعد تحت شجره وقعت على راس تفاحه، فحط قوانين الجاذبيه، واحد غيره كان كلها وخلصت العمليه. بالظبط. دكتور نبيل، حضرتك خدت جايزه تشجيعيه من الدوله في مجال ادب الخيال العلمي، بس هي جت بعد 25 سنه، حضرتك شايف ان هي اتاخرت شويه؟ انا مش مقتنع ان في حاجه بتتاخر، انا مقتنع ان كل شيء بيجي في ميعاده بالظبط، احنا اللي بنشوفه بقى متاخر او بدري. انا اساسا كوني خدت الجايزه ديت على ملف المستقبل بالذات، ده اعتراف اخير بان هذه الروايات لها قيمه تستحق جايزه، وانا ده بيكفيني حتى لو جه بعد وفاتي، كنت حابب كان يساعدني ان اخده. يعني لان انا المشكله عندي ان انا كنت عايز اثبت ان هذا النوع من الادب هو ادب محترم في العالم كله، واحنا بس اللي بنتعامل معاه بدونيه شويه، عشان هو يعني احنا ما بنحترمش غير الادب الاجتماعي والادب السياسي، فيما عدا ذلك الخيال العلمي بيعتبروه ان هو ادب اطفال. دايما الاقيه في العالم كله مصنف كنوع من الادب العادي، ما عدا في مصر يصنف كادب اطفال عشان الكبار مش عارفين يفهموه. وبرده ادب الجاسوسيه كذلك بيصنف على انه ادب اطفال. انا لما خدت الجائزه خدتها في الادب، ما خدتهاش في ادب الاطفال، وده كان اكتر حاجه رفعت معنوياتي مشجعه، وحسيتني ان بعد 25 سنه خدت تقدير فعلي، تقدير رسمي، يعني خاصة إن الجايزة قدمت ليا وللسلسلة في نفس الوقت. يعني قدمت على نبيل فاروق عن سلسلة ملف المستقبل، فده بيفرق عندي كتير قوي. يعني البعض بيشبه شغل حضرتك شوية بشغل الأستاذ أحمد خالد توفيق، من وجهة نظر حضرتك؟ لا، إحنا مفيش ما بيننا تشابه حتى خالص. يعني أنا بكتب خيال علمي وأدب حركة وأدب جاسوسية، الدكتور أحمد خالد بيكتب أدب رعب، ده حاجة مختلفة خالص. وبرضه لسه ملهاش أرضية، فإحنا مفيش تشابه ما بيننا، هو بس كل ما في الأمر إن كلانا بيكتب أدب مثير من وجهة نظر الناس. هم ممكن يكونوا بيعتبروا بقى الرعب مع الخيال مع الحاجات دي. لا، هي دلوقتي في الزمن ده التخصص مهم جدا، يعني أنت دلوقتي ما بتروحش الدكتور، أنت بتروح الدكتور في حاجة اللي أنت عايزها، التخصص بتاعك يعني. فهو التشابه ما بيني والدكتور أحمد خالد إن كلانا طبيب. لكن في النوعية اللي بنكتبها احنا مختلفين تماما، لا نتشابه اطلاقا يعني. شخصية ادهم صبري رجل مستحيل، حضرتك كتبت 160 عدد، ازاي قدرت توصل للعدد ده كله؟ العدد ده في 25 سنة مش في يوم ولا اثنين اكيد. يعني هي اساسا الشخصية اتولدت جوايا كحلم اساسا، اتولدت بالتحديد سنة 74. يعني انا عندي مازال كشكول اللي انا كاتب فيه اول تخطيط للشخصية كان سنة 74 بالتحديد، بعد القائب واحد رجل امن برضه انبهرت بيه قوي، فحطيت المصطلح اللي هو رجل مستحيل. واللي ما يعرفوش عني ناس كتير ان انا رسام اساسا، ان الكليه كلها كانت تعرفني كرسام في معارض رسم وفي مجال الكاريكاتير بنزلها كل اسبوع. كان فكره الكتابه دي يمكن الاصدقاء المقربين قوي اللي يعرفوا ان انا بكتب يعني. فانا كنت راسم الشخصيه كمان، يعني مش مجرد ان انا يعني حاطط خطوط عريضه ليها، انا كنت راسمها، كان رسم، وما زالت عندي لوحه للشخصيه. والاسم جه منين؟ اسم رجل مستحيل؟ لا، الاسم ده جه يمكن في مرحلة تالية، يمكن 77 ولا حاجة، لما فكرت في ان انا عايز اقدم الشخصية بشكل جيد. انما الاسم بقى اللي هو ادهم صبري ده اللي كان معضلة. بالظبط. لان انا كنت مرتبط قوي بالشخصية اللي قابلتها في الاول، قابلتها سنة 74، فكنت بدور على حاجة تديني نفس الايقاع بتاع الاسم، نفس الشكل يعني. ايه اللي شد حضرتك في الشخصية دي؟
شخصيتين اللي بيشد اي شاب في سني. كنت انا في الفتره دي لسه في اول سنه ليا في الكليه، وشايف واحد يعني يفوق اي واحد اعرفه، يعني بيتحرك يعني مهارات كتير قوي، هدوء شديد جدا في التعامل، ثقه شديده جدا. يمكن اللي شدني اكتر كان اللغات وقدره على التعامل مع شريحه كبيره قوي من الناس بمنتهى البساطه والسهوله. فكنت انا اتشديت قوي، كنت انا مسميه جوايا رجل مستحيل يعني، بس ما حطيتش الاسم فعليا من سنه 77 لما قررت ان انا احط ده كاسم لشخصيه هبتكرها. فده السبب في 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 اسم ادهم صبري وفي اسم رجل مستحيل. طب حضرتك يعني احنا قرينا التفاصيل كتير قوي، حضرتك التفاصيل والمعلومات دي يعني حضرتك جمعتها ازاي، او يعني كانت كلها من تاليف حضرتك ولا؟ لا انت لو جيت مكتبي هتتخض يعني. انا عندي شقه 4 اوض هي كتب بس، من ضمنها اوضه كامله فيها كتب عن الجاسوسيه بـ3 لغات يعني انجليزي وفرنساوي وعربي. فالاوضه دي طبعا ادت لي كميه معلومات يعني. انا قعدت فتره من فترات من 85 او من 86 لغايه 96 60% من دخلي بشتري بيه كتب. فكانت فتره حاجه ما بقتش موجوده دلوقتي خالص. لا ما عادش دلوقتي مالي الكتب خلاص، ما عادش بيقرا. هي موجوده على الانترنت، ورغم ان مبيعاتها ما زالت جيده يعني، ما زالت مبيعاتها بتقول ان في ناس بتشتري. الشيء اللي بيحزنني بقى ان بره بيشتروا اكتر من هنا اكيد، والدول العربيه مقبله على القراءه اكتر من مصر يعني. مصر انشغلت قوي بالاستخدام الكمبيوتر واستخدمته في يعني فيما لا يفيد في وجهه نظري يعني. يعني احنا كان دوله ثانيه عندها كل هذا الكم من الشباب اللي بيشتغلوا على الكمبيوتر، كان المفروض يبقى عندنا عمالقه في مجالات كتير يعني. ابسط حاجه في علوم الكمبيوتر نفسها كعلوم الحاسب آلي يعني. لكن الواقع ان احنا ما عندناش، لان معظم الناس بتشتغل على الكمبيوتر فور فان يعني، او في التسليه للعب، انه يحمل فيلم ويحمل اغنيه ويتفرج على حاجه. انما نادرا ما تجد حد بيستخدمه استخدامه الفعلي اللي هو اخترع عشانه يعني، اللي هو انه يفيده كعلم وكدراسه وتطور وكده. فعشان كده عندنا مشكله في القرايه اساسا، بسبب ان احنا برضو يعني عاوزين الحاجه تيجي في كبسوله. اتعودنا من المدارس انه بيدونا الملخص والبريف صغير في اخر السنه الامتحان قبل ما بقيناش عايزين نبذل مجهود يعني. ده السمه اللي انا شايفها بشكل عام. طيب انا عايز اسال حضرتك حاجه، احنا دلوقتي في فقره طبعا مثل اعلى، وحضرتك مثل اعلى ناس كتير جدا بتقتدي بيه. مين مثل اعلى بتاع حضرتك؟ اول حاجه اللي خليتك تحس ان انت ممكن تكون فعلا تسيب الطب وتبعد خالص عن الحياه دي وتبتدي تكتب تاني في فيلد او يعني حاجه تانية خالص مختلفه عن اللي انت درسته. فبص، كلمه المثل الاعلى دي انا دايما بحس ان كل واحد له امثله عليا مش مثل اعلى، لان اللي بيحصل انك بتتصارب بمجموعه من الناس وبتاخدي من كل واحد منهم قطعه تكوني نفسك بيها في الاخر، فما بقاش مثل اعلى بشكل جيد يعني. ما بقاش واحد مثل واحد يعني. يعني انا عندي والدي الله يرحمه كان هو يعني المثل الكبير بتاعي وانا صغير يعني. طول الوقت كنت شايف ان راجل شريف بيتحرك بشكل واضح، عنده عقليه منظمه، بيفكر في كل حاجه بشكل جيد. عودني على الفكر المنهجي ده اللي هو ان افكر بشكل منظم برضه. بعد كده لما ابتديت اقرا ابتديت اتشد قوي لتوفيق الحكيم وعبد الحميد ده الصحار، لان كان الاول توفيق الحكيم كان افكاره دايما افكار غريبه جدا ورغم انها فلسفيه زياده على اللزوم، وعبد الحميد الصحار من بساطه اسلوبه وجمال اسلوبه يعني. وبعد كده مريت بشخصيات كتير بقى يعني، خدت من كل واحد منهم حاجه يعني. يعني كان عندي دكتور في الكليه دكتور شريف بيومي، كان يعتبر من اكثر الامثال العليا بالنسبه لي، كنت مبهور بشخصيته كنت مرتبط بيه جدا. الشخص اللي التقيت بيه برضه في سنه 74 خدت منه جزء. الاستاذ حمدي مصطفى اللي هو الناشر برضه عجبني فيه امور كتيره جدا، وحاولت ان انا اقرب للنوعيه دي. في الاخر بيتكون شخص تاني ما يشبهش ولا واحد منهم، بس واخد لكن حاجه هو من كل مزيج حد من دول يعني. فدول كلهم يعتبروا مثل اعلى بالنسبه لي يعني. اكيد. طب اسال حضرتك سؤال بقى، ايه النصيحه اللي حضرتك تديها لاي شاب دلوقتي بيفكر يكتب او عنده فكره جات له هو صغير مثلا بس بيقول انا صغير او حاجه زي كده، ايه النصيحه اللي حضرتك تديها له؟ مفيش حد صغير يعني. انا لما ابتديت اكتب ما كانش ليا لا واسطه ولا معرفه ولا اي حد يعرفني خالص اطلاقا. هي بتبقى القضيه انك اولا لازم تشحن انك تقرا اساسا. مظبوط. يعني مفيش واحد بيكتب من غير ما يقرا، لان يعني القرايه هي اللي يعني مش حد يقول لك بقى يدرس لغه عربيه، هو مش محتاج يدرس لغه عربيه لو هو قرا كتير، لان لو قرا كتير بيلاقي نفس الجمله حتى هو حاسس انها مش مظبوطه، حتى لو كان مش حافظ لغه عربيه كويس يعني. فلازم يقرا كويس قوي، لازم يبقى عنده اطلاع واسع جدا مش في القرايه بس، في الحياه نفسها. لانك انت بتيجي تكتب بتكتب من معلومات، من كميه معلومات هائله اكتسبتها من خلال الحياه ومن خلال الحركه ومن خلال الاحتكاك بالناس، وما يقصرش نفسه على طبقه معينه يحتك بيها. لازم يحاول يمتزج بطبقات كتير وياخد فكر ناس كتير، لان من ناس كتير هياخد افكار اعظم من اللي بياخدها من فئه واحده بالتاكيد.
زائد بيبقى عنده ثقه في نفسه بقى ان هو ما بيتقدم. يعني احنا في ناس احنا لسه كنت عامل مسابقه لسه نتيجتها طالعه يمكن من يومين ثلاثه للادب الخيال العلمي وفعلا اكتشفت فيها ثلاثه يعني عبقره في الكتابه ما كانش حد يسمع عنهم وموجودين في وسط الناس مجرد ان كان في مسابقه وقدموا اكتشفنا انهم قد ايه موهوبين وبعدهم يعني بحاول دلوقتي ادخلهم جوه دار النشر بحيث ان يبقى لهم انتاج منفرد وهنشر لهم اعمالهم فعلا في الصيف الجاي ان شاء الله. ان شاء الله دكتور نبيل احنا بنشكر حضرتك جدا واحنا انبسطنا قوي ان احنا كنا معاك النهارده. شكرا. ميرسي لحضرتك. شكرا لحضرتك. بعد الفاصل هنعمل حفل يلا بينا.